اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في بدايه شهر مايس ايار الماضي استأنفت التظاهرات العراقيه عودتها الى ساحات التظاهر في بغداد وفي العديد من محافظات وسط العراق وجنوبه، بعد ان كانت قد توقفت لاكثر من شهرين، نحو شهرين واكثر، بسبب جائحه كورونا والخوف على المتظاهرين من الاصابه بها وخوف من انتشار المرض اكثر. قبل خروجها كانت قد يعني شهدنا دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي، دعوات للتظاهر، لعودة التظاهر مرة أخرى لأسباب واضحة ودقيقة وصحيحة ولا تقبل النقاش، أنما الحكومة الحالية تشبه الحكومات السابقة، حكومة مصطفى الكاظمي تشبه الحكومات السابقة، خرجت من نفس الرحم، خرجت من نفس القوى الخراب والدمار والطائفية والسرقة والنهب والفساد التي خرجت من أجلها أو ضدها هذه الثورة. فبالتالي خروج الثورة استمرارها حق وواجب. ربما لم تخرج أعداد كبيرة من المتظاهرين في ذلك الوقت بسبب أن تنسيقات المتظاهرين قد اختلفوا في توقيت العودة. البعض منهم لم يعترض على عودة التظاهرات، بل يصر على عودة التظاهرات، لكن توقيتها بسبب جائحة كورونا ربما كان هناك اختلاف به، فخرجت أعداد ربما أقل بكثير مما كانت تخرج سابقا. لكن مع ذلك قبل خروجها وخلال خروجها تصدوا لها قبل الرصاص وقبل قنابل الغاز، تصدوا لها المطبلين من يدعون أنهم كتاب ومفكرين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، ليقولوا أنه يعني خروج هذه التظاهرات لا يجوز، وأعطوا فرصة للكاظمي لكي يعبر عن نفسه، وكأنه الكاظمي يمتلك العصا السحرية، وكأنه الكاظمي جاء من كوكب آخر، وكأنه الكاظمي جاء من رحم هذه التظاهرات. وفعلا هم كانوا يقولون أنه الكاظمي خرج من رحم التظاهرات وهو معبر عنها وهو راعي لها وداعم لها، وهذه الكذبة الكبيرة الحقيقة. ومع خروج هذه التظاهرات في بغداد وفي العديد من المحافظات الوسط والجنوب مثل ما قلنا، وجهت مباشرة بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المميتة مباشرة، فعادت صورة ما كانت التظاهرات تواجه به في عهد عادل عبد المهدي. إذا لا اختلاف في الصورة الحقيقة، كل الادعاءات أنه مع المتظاهرين، مع قتلة المتظاهرين، مع حريتهم، عن التعبير، كلها كذبة كبيرة، ودلت عليها المواجهة بين المتظاهرين السلميين وبين القوات الأمنية والميليشيا والمدججة بالسلاح. فمباشرة سقط العديد من الشهداء في بغداد وعشرات الجرحى في بغداد وفي البصرة وفي النجف وفي كربلاء وفي الناصرية مباشرة، وهم يطالبون بنفس المطالب، الأمر اللي جعل المتظاهرين مباشرة يرفعون شعار يعني الشعب يريد إسقاط النظام. هذا الشعار الأثير الذي سبقوا رفعوه عادوا فرفعوه مرة أخرى، لأنهم أرادوا أن يقولوا نحن لسنا يعني الثقة بيننا وبين النظام هذا، بين العملية السياسية معدومة نهائيا، ولا يمكن إصلاحها بتغيير الحكومة. هذه كذبة كبيرة، الحكومة لا تشكل شيئا، كلهم من رحم هذه القضية، وقد وعدت الحكومة يعني بعد مرور الآن أكثر من شهر على قيام هذه الحكومة، وعدت بتقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة، لم يحدث شيء من هذا. وعدت بتقديم الفاسدين إلى العدالة، لم يحدث شيء من هذا. وعدت بالضغط لإنجاز قانون الانتخابات، لم يحدث هذا. وعدت بإنجاز قانون للأحزاب جديد، لم يحدث هذا. وعدت بتغييرات كثيرة، لم يحصل هذا أبدا. فلذلك من حق التظاهرات ومن حق العراقيين أن يتظاهروا وأن يفرزوا الساحات، وبشعارهم الشعب يريد إسقاط النظام، هم يؤكدون فرز الساحات، ساحة للشعب وساحة لقوى العملية السياسية من الفاسدين والمخربين والمدمرين الذين رهنوا إرادة العراق ومستقبل وحاضره ومستقبله وحتى ماضيه للأجنبي ولقوى خارجية وأولها إيران. المهم
قمع التظاهرات، إذا كنا نريد أن نرى صورة علينا أن نراجع ما جرى في النجف خلال اليومين الثلاثة الماضية. مباشرة القوات الأمنية تواجهها بالرصاص الحي، بالقتل، يسقط الشهداء، ويذكرنا مرة أخرى بما كانت تسمى ساحة الصدرين، ساحة التظاهر هناك، كيف دخل أصحاب القبعات الزرق من الميليشيات وقتلوا المتظاهرين. وفي وقتها أعلن مقتدى الصدر راعيهم أنه سيشكل لجنة تحقيقية للتأكد من هذا الموضوع، سيعاقب المسيئين، لكن ذلك لم يحصل ومضت في طريق اللجنة التحقيقية مثل اللجنة التحقيقية اللي وعد بها الكاظمي، الذي وعد بها عادل عبد المهدي وقبله نور المالكي وحيدر العبادي وغيره، من ما وعدوا بتشكيل لجان تحقيقية في كل القضايا، عشرات الآلاف من اللجان التحقيقية، أين نتائجها في العراق؟ إذا أردت أن تسوي في قضية شكل لها لجنة، هذه هي الحقيقة. فالقوات الحكومية والأحزاب والميليشيات وقوات الأحزاب والميليشيات كلها في صف واحد ضد الشعب، محاولة لقمع الشعب، وهم دائما ما كانوا يرددون يجب إيقاف هذه التظاهرات، وأولهم مقتدى الصدر، يعني في كثير من تصريحاته، وآخرها قبل يومين نشر يعني منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن ما يحدث في أمريكا، و ما يعني من تظاهرات نتيجة لقيام الشرطة الأمريكية بقتل أحد المتظاهر الأمريكي، أحد المواطنين الأمريكيين السود، وما حصل في أمريكا، وإذا به ينحرف بهذا المنشور باتجاه الحديث عن جائحة كورونا وتأثيراتها، ويصل إلى ما يريد أن يصل إليه، وهو زبدة ما يريد أن يقوله. قال علينا منع التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرة. طبعا هو يعرف أنه هذه الفترة ليس فيها زيارات، هو يريد المظاهرات أن تقمع، هذه الحديثة خوفا عليهم من كورونا. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، من هو الأشد فتكا بالعراقيين، كورونا أم العملية السياسية بكل أحزابها وقواها وميليشياتها؟ وأنت منهم وقواك منهم من عام 2003 لحد الآن، الذين عمموا الفساد والخراب والفرقة والتفريق والطائفية والتهجير والقتل، ورهنوا إرادة العراق إلى الأجنبي، وسيادة العراق ناقصة واستقلالها ناقص، خدمات غير موجودة، التعليم في أسوأ حالاته، الصحة في أسوأ حالاته، كل شيء في أسوأ حالاته، المرض زاد، الفقر زاد، البطالة زادت، الآن أزمة مع أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار كانت واردات العراق من النفط، واليوم يستدينون من هنا لتوفير الرواتب، ويستقطعون رواتب الموظفين، يعيدون باستقطاع رواتب الموظفين. فمن هو الأكثر خطورة، كورونا أم أنتم؟ هذه هي الحقيقة التي يجب أن وهذه هي الحقيقة التي يعرفها أهل العراق ويتظاهرون من أجلها، ويعرفون أن التظاهر حق، وأن خروجها حق، وأن الثورة ماضية في طريق، رغم كل التضليل وكل الخداع، وأن حكومة مصطفى الكاظمي حالها حال الحكومات الأخرى لا تختلف عنها، القضية كلها محاولة لشراء الوقت ومضي العملية السياسية في طريقها، والعراق من سيء إلى أسوأ هكذا يريدونه، والشعب يريد إرادة أخرى، وإرادة الشعب هي التي ستتحقق. أترككم أعزائي المشاهدين والتقيكم في حلقة أخرى، سنتحدث عن نوعية أخرى من المتظاهرين إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم.